فينك؟ قاعدة في البيت؟ طب بقول لك، سمعتي بالواد عبد الناصر انتي؟ اي والله، الواد عبد الناصر فقد حاسة الشم والتذوق. ايه التذوق؟ ما انتي لو رحتي مدارس كان عرفتي التذوق. يعني لا بيشم ولا بيدوق، يعني الملح زي الرز بلبن لما يطفحوا. وراح عمل مسحة في الحميات قالوا له ايجابي. مبروك مبروك عليها، هي ايجابي مبروك، هي ايجابي مبروك. ايجابي عنده فيروس كورونا يا ابوي. واول ما قالوا له عندك فيروس كورونا ايجابي هرب، والواد ده بيكرهني. ربما يجي عندك البيت يقول لك ازيك يا خالتي، ازيك يا عمتي، ينقل لك العدوى لوداه. اوعي تقول له الحاج الضوي هنا. لا، انا ههج من البلد 14 يوم لغايه لما الواد نشوف له حل يمسكوه ويغور في 60 داهيه عليه وعلى اللي جابوه. بس انت اهم حاجه تقفل الباب بالثلاث ترابيس والشبابيك، اوعي تخلي الواد يجي جنبك. خايف علي يا حبيبي؟ مش خايف عليك. يعني لو خايف عليك، يعني انا خايف على نفسي، انا خايف على نفسي. حبيبي الحاج الضوي، اقعد اقعد. ليه يا حاج؟ اقعد. ليه اقعد كده؟ ليه يا حاج مالك؟ وي وحشني يا حبيبي. ايه اللي لابسها دي؟ كمامه. كمامتي دي؟ كمامه صيفي يا حاج ضوي. كمامه صيفي؟ كمامه صيفي. ايوه يا حاج. انت قاعد مش لسه محلل وقال لي لك ايجابي؟ يا ابوي فيها حاج ماله؟ ايه ايه كمامه صيفي هذا تخترع لك اختراع؟ ما كتمت على نفسي يا حاج. خليك كده. اهدى انا تمام. وحشني والله، وسالت عليك قالوا لي في الزرع هنا. ما تشوف شو وحش دلك وحشتك يا؟ قلت اجي اشوفك يا حاج. دلك وحشتك يا لما جه. خد يا كمامه صيفي لما قاعد في الغردقه انت. يا ايه كمامه صيفي يا؟ مش ها كمامه، هاي الواقيه دي يا حاج ضوي. دي واقيه على كيه؟ ايوه. مين قطع حالك القطعه السوداء دي؟ انا قطعتها في البيت يا حاج. انت قاعد مش كنت في الحمايات الهرد؟ تعال من تحت. ايوه كنت. تعال هات كده. ايوه كنت يا حاج ضوي. تعال حط 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 ياد شاشك على مناخيرك. طيب يا حاج ضوي. حط. بس ما فيش حاجه يا حاج ضوي، انا عملت التحاليل قالوا نسبه بسيطه يعني. نسبه بسيطه يا حاج ضوي. ما انت بتلوب، ما انت ما مخليش ولا مطرح المكان رايحه، لا عزا سايبه ولا فرح سايبه، وكل دقيقه تروح تسلم لي على خالاتك وعماتك مش قايلين؟ غور. طيب ايه هنعمل يا حاج دوم؟ هالناس كلها كده. الناس كلها يعني هنتحبس في بيوتنا؟ لا ما تتحبش، نموت كلنا مع بعضنا، نموت كلنا مع بعضنا. ما احنا ما عندناش وعي. خليكم في بيوتكم يا اخوان. كم مره اقول خليكم في بيوتكم انا؟ كم مره اقول خليكم في بيوتكم؟ اقعد يا متر ونص. قلت كثير يا حاج دوي. طيب لكن حنقعد في البيت ليل نهار محبوسين؟ حنقعد في البيت ليل نهار محبوسين يا حاج دوي. انت قالوا لك ايجابي؟ ايوه قالوا لي ايجابي. طب غور توكل على الله، روح اعزل نفسك غور. اوعى تنزل من بيتك عشان في ناس عندها كورونا يقول لها اقعد 14 يوم في بيتك، تنزل السوبر ماركت وتنزل الصيدليه وتروح هنا وتروح هنا، والافراح شغاله والعزا شغال والزيارات المنزليه شغاله والدنيا ادعكت بسببكم وبسبب جهلكم. وريت. طب الواحد مش هيشتري طلبات بيته يا حاج دوي؟ مش لازم ينزل يشتري طلبات بيته، يشتري دواء من الصيدليه ويرجع؟ اي حيعمل ثاني؟ يا طالما عندك كورونا ولا عندك اشتباه في كورونا لغايه لما تحاليلك تظهر تترزع في البيت 14 يوم. ما تختلطش بحد. اتوكل على الله. غور من عندي. طب امال اللي بيجي يزورني ده ارجعه؟ يا ابوي انت كده كده لو غرت ومت مديون، لكن انا معي 17 فدان ملك، سيبني اتهنى بيهم الا اخر بيتك وبيت ابوك على السوق. طب انا ما شغال معاك يا حاج دوي طول عمري. قدمت استقالتك. عين ابو عينك مش عايزها. توكل على الله. غور. يعني مش حتقعد معاك شوي حتى يا حاج دوي؟ تقعد معي شوي ويان؟ يا اخي ناخذ لنا كت ساعه نحكي زي زمان انا وانت. نحكي مع بعضنا كت ساعه. وين كمامتي انا؟ يا تغور توكل على الله. يا حاج دوي. يا تغور توكل على الله. يا حاج دوي انا بحبك يا حاج دوي. لا لا ما تحبنيش. مشتاق. يلا توكل على الله. مشتاق عليك. قلت وين الحاج دوي؟ يا تغور توكل على الله. قلت اروح اخذ لي ساعه معاه. يا تغور توكل على الله. برضه يا حاج دوي كده؟ يا بقول لك توكل على الله. يا عايزك موضوع يا حاج دوي. يا حاج دوي توكل على الله. حاج دوي مش كده؟ غور والله. مجاني يا بيت، مجاني يا بيت. صرخي يا قرش ابوكي صرخي. مين؟ عبد الناصر. مجاني يا بيت، مجاني وعطس في قفاي يا بيت.
تعالوا معايا الحميات يا بيت. ها ما تعديت عطس في قفاي، بقول لك يا بيت الوضع حاقد يا بيت. يكون ما تعديتش؟ طب هو ما بينتقل عن طريق الرزاز يا بيت. يا بيت ما كنتش لابس الكمامه يا بيت. يا بيت لفي على البلد قولي لهم اللي زعلان مضوا يسامحوا يا بيت. يا بوي يا بوي يا بنت الفقري يا بوي، ما انت اللي قلتي له انا قاعد هنا يا بوي يا بوي يا بوي. حبيبي الحق الدوي والله ما سيبك لا تروح معي العدل يا حبيبي. ها اقعد لو حبيبي برضه يا حبيبي برضه يا حبيبي. سيبك عشرة عمري يا بيت. انا سيبك يا حبيبي. ابعتي لي الناس هنا يا بيت. برضه يا حق دوي سيبك يا حبيبي. يا بيت ما شافك سيبك يا حبيبي. سوا نروح سوا يا حبيبي يا بيت. يلا بينا يا حبيبي نروح سوا يا حبيبي برضه.